كل الاحترام والشكر للنادي الاهلي من خلال تويتاية هو كتبها وشكر فيها النادي الاهلي لانضمامه لمنتخب بلاده في الفتره القادمه. امامنا على الشاشه جونيور اجاي، واحد من اللاعبين المميزين والمحترفين المميزين اللي جم على مر تاريخ النادي الاهلي وبيتطور سريعا ما شاء الله عليه. يعني لما نيجي نبص لجونيور اجاي من بدايه وجوده في النادي الاهلي كانت في بعض الاقاويل بتتقال ان هو لا مش لاعب يليق بالنادي، لكن هو تطور بشكل قوي جدا، بقى لاعب من اللاعبين الاساسيين، بيتميز باستلامه ووجوده في الاماكن المناسبه، والباص بتاعه مميز جدا واحرازه للاهداف. صراحه واحد من اللعيبه كمان اخلاقيا كمان تشوفهم كابتن ربيع، يمكن حضرتك دائما في كل مباراه تمدح فيه، يعني حاجه محترمه حتى كمان ان هو يطلع ويشكر نادي ان هو من خلال النادي الاهلي بينضم للمنتخب النيجيري كابتن ربيع. احنا بنحب فيه الاول سلوكياته واخلاقياته وهدوء وانتماء للنادي الاهلي، ما عندوش اي مشاكل خالص، مش عصبي ابدا، لعيب مريح وعنده قبول كبير جدا لدى الجماهير، زائد فنياته انا من وجهه نظري ان هو جدير بان يكون احسن لاعب هذا الموسم. اجاي ساهم كتير جدا كل مباراه.